اعتبر المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بملف طهران النووي، قائلا إنهم يريدون أخذ مقومات القوة من إيران. وأكد خامنئي في تغريدة عبر تويتر أن الدول الغربية تدعي أنها تعارض الأسلحة النووية، لكنهم يكذبون، هذه ليست قضيتهم. وأضاف إنهم يعارضون حتى حيازتنا الأسلحة التقليدية والإمكانات الدفاعية، يريدون أخذ مقومات القوة من إيران، وإلا فإن مبدأ حاجة البلاد إلى التخصيب هو أمر مسلم به. أفاد مراسل الميادين باستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين في غارة للتحالف السعودي على منطقة الربصة جنوبي مدينة الحديدة غرب اليمن. وكان مصدر عسكري في حكومة صنعاء للميادين أفاد أمس السبت بتنفيذ التحالف السعودي 148 خرقا جديدا خلال الساعات 24 الماضية، شملت تحليق 17 طائرة تجسسية في أجواء المناطق الجنوبية والشرقية. اعتبر معلق الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية تعليقا على الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان قبل أمس الخميس بأنه نوع من الارتقاء درجة، وأنه هجوم مباشر ضد بنية تحتية مدنية وليس لإسرائيل أو للجيش الإسرائيلي. وقال المعلق الإسرائيلي إنه وبحسب التقديرات في إسرائيل فإن سلاح البحر التابع لحرس الثورة الإيراني هو من أطلق صاروخين اثنين أصابا السفينة فوق الجزء الغارق في المياه، أي إنه هجوم محسوب جدا، فالإيرانيون علموا أن الأمر يتعلق بسفينة، صحيح إنها تبحر رافعة علم بهامس لكن ملكيتها إسرائيلية، ونفذوا الهجوم بطريقة لا تغرق فيها السفينة وبشكل لا يهدد سلامة الطاقم المؤلف من 28 شخصا كانوا على متن السفينة.